اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنعمل شويه حاجات اللي هي الثوم، عشان الثوم الجديد طبعا ظهر. فاجي الثوم اهوت، بتفتم اللي فيه طبعا، الاخضر اللي فيه اللي من تحت والحاجات ديت، انا ما برميش اللي تحت، هقول لكم بعمل بيه ايه دلوقتي. اجي الثوم دوت هحطه في الثلاجه بالمنظر ده في الفريزر، يعني انا قسمته، اجيب اكياس كده بسم الله الرحمن، وبحطه زي ما هو وحيد كده، المنظر دوت زي ما هي كده، بشيل منها بس اللي من تحت وبحطها في الفريزر زي ما هي كده. ساعات كنت بفصصه واسيبه برده كتوت في الفريزر، فحسب ما انتوا عايزين، حسب المكان يا جماعه بتاع الفريزر عندكم، فصوا. ممكن تحطوا، يا رب ان شاء الله تحطوا واحده بس، هقول لكم تعملوا ايه تشوفوه اهو. اكياس، ورق فويل، اي حاجه. على فكره الحاجات دي بتحصل برده في الثلاجه في الفريزر، يعني ممكن ده يقعد عندكم تحت، من تحت في الثلاجه من تحت حوالي 10 ايام او اكتر، بس بالورق الفويل ده. نعمل كده، وممكن الفاكهه كمان بتتحفظ. نغطيها ماشي، نحط كمان الشيل ده دلوقتي، ده يبقى انا بحفظ في الفريزر، بحفظ في الفريزر في الكيس زي ما هو اهو. احط على قد ما انا عايزه، مش عايزه احط كتير على اساس المكان عندي في الفريزر من ايه، ميبقاش كمان نقفلهم كويس عشان ريحه الثوم كده. شويه فراغ كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهي اللي مش عايز، اللي مش عايز يعمل البتاع ده هوت، يعني على اساس ان هو يفرمه، ممكن ما بيتفرمش يا جماعه، مش لازم تفرموه لو انتوا خايفين على النظافه، ده عادي ممكن اهو. انا بحب وحيد اهي، ادي اهو المنظر اهو. بحط طبعا في العادي من تحت في الورق الفويل من تحت في الثلاجه من تحت دوت، ودوت اهو شويه دول. بسم الله الرحمن الرحيم، ده بقيه التوم اللي من تحت اهو، العروق بتاعته اللي من تحت الخضرة، انا بغسلها كويس وبقصها طبعا كده طبعا بسرعة، الحاجات دي ما بتترموش يا جماعة. مش نجيب التوم ونرمي الاخضر اللي تحت، لا، الاخضر اللي تحت مهم جدا، ما نرميش الحاجات دي على فكرة، وفيهم فيتامينات كويسة جدا. سيبك اللي يقول لك ريحة مش ريحة، ان شاء الله هنعمله، مفيش ريحة ومفيش اي حاجة. الحاجات الثوم والبصل عموما مفيد، وده مضاد حيوي للجسم، يعني اسألوا الدكاترة هيقولوا لكم فعلا هو اكتر مضاد حيوي للجسم هو البصل والثوم. واللي عنده ضغط عالي يشرب واحدة ثومة مصححة او ثومة مدقوقة زي ما انتوا عايزين، مهروسة، تحطوها فين في ال، تعملوا بيها بتاع ده هوت، معلقه عسل، معلقه قرفه بالليل، الحاجات ديت الصبح كمان بتبقى حلوه قوي اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، انا بس انا بعمل ايه، مش بقى هنجيبه الحاجات بتاعتنا دي مغسوله ونجيبها. بسم الله الرحمن الرحيم،
هنحط شوية زيت شوية عشان يمشي لي المسائل. على فكرة وهي من غير حاجة بتتعمل. شوية ملح ده بقى للكبدة، اللي هو ايه، الباذنجان، للأسماك، للحاجات الكتير. عادي ونكمل عادي. وهحط بقى في الوقت دوت، انا عايزه احط حاجه تانية هنا عشان بس ايه، لو انا عايزه احط زعتر في الوقت ده هحط، ممكن احط مع الشوية دولت، واحط ده برطمان وده برطمان، يبقى عندي ده وعندي ده، يبقى انا اللي انا عايزاه. فانا ايه دل... لوك يعني ممكن نحط زعتر، نحط اي منكهات انتوا عايزينها، بس انا هحطه كده عادي وبكتفي بذلك. واحط بقى في الاخر خالص اللي انا عايزاه بقى، الحاجات اللي انا محتاجاها. المراحل بتاعتها انا عايزاها اكتر من كده، نحط تاني اعملها تاني اكمل بقيه المقدار بنفس الحاجه ديت. في حد سالني على ميانتا، على فكره منتج خطير جميل جدا وصغيره كده، وعندي حاجات كتير لكن دي بتعجبني جدا، صغيره كده وحلوه يعني. خلصتهم يا جماعه، اجي كلهم بحطهم في برطمان، بحطهم في علبه، زي ما انتوا بتحتاجوا بتحبوا يعني، اللي موجود عندكم انا بحط في احط في العلبه ديت. بسم الله الرحمن الرحيم، افضي بقى الحاجات دي بتاعتنا الجميله ديت. بسم الله، زي ما قلت لكم تحطوا اللي انتوا عايزينه، انا حاطه بس فلفل وملح وزيت، إيه انتوا بقى اللي انتوا عايزينه تحطوه، مش هنختلف عليه يعني. بتحطوا اللي انتوا عايزينه هيبقى حلو قوي. ممكن تحطوا كمون، تحطوا كزبره، تحطوا بتاع ده قلت ليمون، حطوا اللي انتوا عايزينه. الحاجات دي بحطها بس مش بحطها دلوقتي، بحطها بعدين لما انا بعوز اعمل الحاجه يعني، اشوف الدوت محتاج ايه وبحط. اهوت كده نفس الحاجة، خلي ده كويس كويس، خليتهم كلهم. بس كده نخلي وشها في زيت بس عشان ايه ما برميه، انا ما برميش، انا بحط ده دولت هحطهم في الشمس. خلاص اللي انا كمان عملتهم دول هحط في الفريزر، الدوم ده هحطه في الفريزر. ده بالورق الفويل هحطه من تحت، ما بيغلوش اي حاجه، بيبدأ كتير جدا معايا اهو.
عشان طري، انا عاملاه كده عشان طري، وحتى لو مش طري انا بعمله كده من تحت بيفضل معايا بصراحة على طول. واجي تاني الفيديو بتاع النهاردة الحاجات ديت، وفي اشتراك في القناة ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.